يعني أحمد من العراق الجميلة وأيضا فلسطين الساحرة نتحدث عن الأردن تحدث عن العديد من المواقع التراثية نتحدث عن وادي رام عن العقبة البتراء إحدى عجائب الدنيا السبعة بالإضافة لي يعني السياحة التي تشكل 13% من الدخل الناتج الإجمالي في الأردن نحكي إحنا عن أنواع السياحة المختلفة السياحة الدينية السياحه الثقافيه ايضا مهرجان جرش يعني المعروف وكثير من الفنانين الذين حضروا الى مسرح مهرجان جرش ايضا سياحه بيئيه العديد من المحميات سياحه دينيه تتشكل يعني سواء كان سياحه لمدينة مادبا مدينة الفسيفساء وأيضا نتحدث عن العديد من المقامات التي توجد في الأردن والعديد العديد من أشكال السياحة التي تؤثر على الاقتصاد ونحن نتحدث في محورنا الأساسي في حلقة اليوم تأثير السياحة على الاقتصاد العالمي سوف نتابع الآن تقرير من الأردن مع وزير السياحة نايف الفايز نتابع هذا التقرير معا ونعود خليكم معنا بالاردن نفتخر ونعتز بالتنوع السياحي الموجود والمنتج السياحي المتنوع الكبير اللي موجود في المملكه الاردنيه الهاشميه، والذي ياتي له الزوار من كافه انحاء العالم، ولكن دائما احنا نسعى بان تكون الدول الشقيقه والدول المجاوره لنا لها النصيب الاكبر. ولذلك لابد أن نركز على مجموعة من أنماط السياحة على سبيل المثال نتكلم عن سياحة السياحة التعليمية هناك مجموعة كبيرة من أهلنا وإخواننا من العراق ومن فلسطين ومن مصر يدرسون في الجامعات الأردنية المتميزة في تخصصات كبيرة وعديدة وكذلك بنفس الوقت نتكلم عن الأردن الذي امتاز خلال السنوات العديدة بأنه أصبح وجهة علاجية بامتياز. ياتي لها زوار وياتي لها المرضى من كافه انحاء العالم ليس فقط من المنطقه المجاوره ولكن حتى على مستوى الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه هناك بعض الزوار الذين ياتوا للعلاج في الاردن لما يمتاز به الاردن من خبرات وكفاءات عاليه وبنفس الوقت المنشات الطبيه المتميزه وباسعار تمتاز بانها منافسه عالميا طبعا أشقان وأخواننا في العراق لهم نصيب ولهم الحق أيضا بأن نكون لهم الدعم دائما وكذلك أهلنا وأخواننا في فلسطين يعني دائما ياتون الى الاردن لتلقي العلاج ودائما نقول لهم بانهم هم بين اهلهم واخوانهم في المملكه الاردنيه الهاشميه اذكر بان هناك سياحه سياحه تشاركية أو سياحة مكملة لبعضها البعض إذا تكلمنا عن السياحة التي تأتي الأردن وتذهب إلى مصر وقد تذهب في بعض الأوقات إلى الأراضي الفلسطينية هذا نوع من السياحة الذي نسعى لتطويره ونسعى دائما بأن تكون العراق أيضا إضافة نوعية تأتي في المستقبل لتكون مكمله لهذا النوع من السياحه التي تاتي من كافه انحاء العالم للاستمتاع في منطقتنا ونترك الانطباع الاجمل لدى الجميع. اما بالنسبه لسياحه المؤتمرات فالاردن كما قلت المنشات المختلفه في مناطق مختلفه، مناطق سياحيه ياتي لها الزائر للاستمتاع في طبيعتها وفي التنوع التاريخي فيها. ايضا اصبحت مناطق استقطاب لسياحه المؤتمرات وسياحه المؤتمرات اذكر بان الملتقى الاقتصادي العالمي الوف المعروف بالوف او الوورلد ايكونوميك فورم اصبح له مركز رئيسي في البحر الميت ياتي من كافه انحاء العالم للمشاركه في هذا المؤتمر وكذلك اللقاءات الصغيره والمتوسطه في المنشات الفندقيه والمنشات التي تستطيع ان تستقبل الاعداد المختلفه في في عمان وفي البحر الميت وفي العقبه وحتى في منطقه البتراء. هناك برامج عديده الان نقوم في في التركيز عليها، هناك برنامج مشترك بيننا وبين اهلنا في في مصر نسعى بان يكون استقطاب للاهل من مصر لزياره الاردن وكذلك لاهلنا في العراق للقدوم الى الاردن واهلنا في فلسطين. نحن ندعو الجميع للقدوم الى بلدهم الثاني بين اهلهم واخوانهم ودائما مرحب فيهم في المملكه الاردنيه الهاشميه